بالنسبة حق الشخص اللي كان ألغي طلبه، وذلك طبعا لأنه هو نسى ما يحدث البيانات وإلى آخره. طبعا احنا في كذا يعني إجراء يتم اتخاذه قبل ما نوصل مرحلة الإلغاء. طبعا أكيد يتم إشعار المواطن بإرسال يعني عبر نظام إشعارات مسج يوصل له ويقول إنه هو لازم تحقق أو لازم تتأكد من تحديث بياناتك، وإذا لا قدر الله نسى أو سهى أو ما شاف المسج أو لأي سبب من الأسباب يمكن ما وصل له إلى آخره. طبعا هذا الموضوع إحنا يعني نعطيه فرصة، حتى لو صار الإلغاء نعطيه فرصة سنتين يعدل بياناته ويرجع الطلب مثل ما كان. يعني هو مو بس يتم الإلغاء وباب بنصك، لا، يتم إعادة النظر فيه، وأول ما يحدث البيانات خلاص يرد يتم إعادة إحياء الطلب. فإحنا ما عندنا الله يسلمك يعني مثل ما تقول صرامة كبيرة في ذا الموضوع، ولكن إحنا طبعا أكيد نتساهل دائما مع المواطنين دائما إنهم عندهم أسبابهم الواضحة والصريحة واللي يقدمونها لنا.